عمدت السيدة نادين جودة عكاوي إلى خطف ولديها عمر 7 سنوات وجاد 4 سنوات من أمام مدرسة في منطقة عرمون بسبب خلاف مع زوجها محمد السعدي. وكيل والدة الطفلين لفت إلى وجود دعاوى عالقة أمام المحكمة الشرعية بين الوالدين بموضوع طلاق وحضانة، وإلى أن والد الطفلين منعهما من التعلم في المدرسة الألمانية كي لا تتمكن والدتهما من مشاهدتهما. وبعدما علمت الأخيرة بوجودهما في مدرسة الإيمان قصدت المدرسة وأحضرت الطفلين معها، مشيرا إلى أن لا صحة للكلام عن وجود مسلحين في عملية استعادة الطفلين.